بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. كيف حضرت ورك حالا لإشراف معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمنائية على إشراف على إطلاق هذه العملية النوعية والمتمثلة أساسا في توزيع الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك كمية معتبرة من أسماك كوربين حصلت عليها الشركة في إطار الكمية التي تم اصطيادها مؤخرا يوم الخميس الماضي من طرف بعض البواخر بإذن من معالي وزير الصيد، حيث كما جرت العادة تحصل الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك على نسبة 50% منها. قرر معالي الوزير هذه المرة من أجل توفير مادة سمك للمواطنين على أن تتم توزيعها في إطار شبكة نقاط التوزيع التابعة للمؤسسة في المرحلة الراهنة على مستوى مدينة نواذبو ونواكشوط، في انتظار على أن تعود الكميات الموجودة في المخزن تسمح بتغطية الوطن الكامل. لا يتم بيع هذه الكميات كما هو معتاد في نقاط البيع التابعة للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك من خلال توفير هذه المادة يوم بشكل يومي، ولكل مواطن ينباع له كيلين يوميا. على مستوى مدينة نواذيب وتقرر على أن يعود كل نهار يبرمج فيه أدلة نقاط من ذيك 15 الموجودة على مستوى مدينة نواذيب ينباع فيها هذه المادة إلين اللي تعم على المدينة كاملة، وبالتالي له يعود يوميا خلال أيام عمل الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك يتم ضخ في مدينة نواذيب طن ونص من مادة كوربين، تستفيد منها 2750 أسرة بمعدل كيلين للأسرة بشكل يومي، معناها وثلاث أيام في الأسبوع. هذا أراجين إن شاء الله على أن العملية تستمر إلى أكثر من شهرين أو شهرين ونصف، في انتظار على أن المولي تحصل للشركة على كميات جديدة من هذه الأسماك سواء كانت كوربين أو انقط من الأسماك العالية الجودة. هل هي حصلت على نواذيبو على المستوى؟ لا، المرحلة الراهنة تقرر أن تستفيد منها نواذيبو ونواكشوط. ما قلت لها التسعيرة معروفة أن نواذيبو الكبير كان فيه ب 4500، إيش قررت الشركة؟ الشركة قررت الوزارة مع الوزير على انها تنباع، على ان الشركة تبيعها بأسعار مخفضة جدا، حيث على ان كيف تعرف كيف قلتوا كانت تنباع ب 4000 4200 4300، الشركة اللي تبيعها ب 1500. هذا هون يجب ملي على ان يذكر على ان هذا بالموازاة الشركة ضامنة ملي استمرارية العملية الروتينية اللي كانت عندها اللي هي توفير أسماك لقوت الشعب بجميع النقاط على المستوى امتداد التراب الوطني، معناها على ان هاي العمليه اللي ما يحل حساب ذاك، هذه جايه اضافه للنشاط اللي كانت تقوم به الشركه بشكل يومي. فما لجنه متابعه على عليه التلاعب في الاسعار والله هو عمل الشركه متابع من طرف اجهزه الدوله كامله واولها السلطات الاداريه والامنيه في كل نقطه من النقاط المتوفره فيهم الشركه. شكرا. السلام عليكم.